السلام عليكم حبيباتي، ان شاء الله تكونوا كامل لاباس. اليوم جيتكم فيديو جديد من مشتريات اختي، القش تاع الدار. بون، ما على باليش راح ندير فيه جزء واحد ولا جزئين ولا ثلاثه، المهم تبعوني للاخير. قبل كل شيء البنات، ما تنساوش ديروا اعجاب للفيديو، وما تنساوش تشاركوا لصديقاتكم، وثاني اللي جديدة معنا تشترك في القناة وتفعل الجرس. على بالي في السنتر ما يبانش القش باللي مليح كيما في الصح ولا كيما يكون عبد لابسو. الله غالب كنت حابة نشري لكم مانكا، بصح لقيتها شوية غالية، تدير من 1,600,000 حتى 1,900,000. ان شاء الله تحسن ظروفي وندير لكم واحدة ونعاود نعرض لكم فيها الحاجة اللي حبيتو. المهم اول شيء هاد لاغوب جون، شوفوا البنات سامبل بصح مليحة، سورتو اختي جاتها ما شاء الله. هذه شرات 130 من ارجي سونتر من ميسوني. هذه ثاني اللي عجبتني بزاف بزاف. بون البنات، قبل كل شيء نقولكم بلي لي غوب هذو كامل ميني اللي راح نعطيهم لكم، مع الركبه يجيو باسكو ما يبانوش بزاف في لا فوتو، يبانو اون ديري تريكو. بون هذه جات من الفوق الاستيك، شوفوا وتبدا تفتح مع صدر. هذه شريتها 100,000 حتى هي من ارجي. البنات هذه كيما نتاعي ب40,000، فيها لهنا جيت ليونش الاستيك، تجي مضبوطة وتتفتح كي تتلبس تجي روعة. هذه حتى هي 40,000 كيما نتاعي نورمالمون، شفتوها في الفيديوهات اللي فاتوا. وهذه ثاني، هذه 75,000، برك الاختلاف اللي بين تاعي وتاعها. نتاعي فيها جيوب وتاعها ما فيهاش، مالغري شريناها من نفس الحانوت بصح ما تولهناش. المهم اللون تاعها ماهوش اسود، راهو بلو نوي، ما يبانش بزاف في التصويره. فيها نايك سامبل بزاف بصح مليحه كي تلبس. البنات هذه ب90,000 من هنا من عين البيضاء، جات فيها شانيل، تبان لكم شارجين بصح كي تلبس تجي روعه. هذه تتباع في مريان، في الحوانت اللي في مريان، باش اذا حبوا يعرفوا البنات. هذه شوميز دومي ميني حتى هي، شوفوا. هذه 75,000 من هنا من عين البيضاء. البنات هذه كيما قلت لكم مش محتم تديو غير لي نويزات، تديو لي شوميز دو نوي، تديو لي سامبل، تديو تاع ساتان، وهذو مام تاع لي نونوكس. ما كيش كي راح تزوزي راح تولي عزوزه. وهذه ما تنجمي انا شخصيا في دارنا وندور بها هكا كي نكونوا وحدنا بيان سور. البنات هاد لا جوب كيما تاعي 75,000 وتريكو ب50,000. شوفوا راح نقرب لكم ليه. شوفوا البنات في هاد دونتيل، بيان سور راح تدخليه في لا جوب كي قيساتو، جاها روعه. لا جوب جات بليسي ومن الداخل فيها جور كيلوت. ماكو تشوفوا البنات، البنات هذا تريكو كيما نتاعي اللي نعت لكم غوز، هذا ب50,000 شريتو، وعندها واحد شورت تاع بيجاما واحد اخرى راح تلبسو معاه. كي قلت لكم اشريو وماريو تاع هذا مع هذا باش يتبدلوا حوايجكم. البنات هذا البيجاما شريتها 180,000، تريكو تاع حاجة مضبوط من الفوق ومفتوح وفيه لي بلي راكم تشوفوا، ومعاه فيزو. البنات اذا تشوفوا الفيزو هذاك براس كيما اللي شريتو المره اللي فاتت ب50 على ما اظن، وسبحان الله بلاك في الحوانت ولاو يماريو مع بعضهم. المهم برسك نفسه، برك تاعي فيه حوايج فيغ هكا، ونتاعها لي شريتو الدوزيام فيه الغوز بونبون اكثر من نوار. البنات هذه بيجاما سروال جا جور زولو، ومعاه هذاك البول هذا كيما نتاعي تاع 50,000، و
والسروال الاحمر تاع واحد البيجامه شراتها ما عجبهاش لو تاعها، نحاته ولبساتو بركه، وخبات سروال مارياتو مع هذا جاها مليح. ما تشوفوش في السنتر هكا يبان شويه بيزار، بصح كي تلبس يجي روعه. البنات هذه كيف كيف البونتاكور تاع بيجاما والبول شراتو وحده ومارياتهم مع بعضهم. البول ب50 ألف والبيجاما شراتها على ما أظن 190، وتريكوها ما هوش حاجة، جا طويل بزاف ونديري اون روب. البنات هذه البيجاما فيها زولو، جا واحد لا ماتيير ما فهمتها، ساتان ولا واحد التيسو، يجي حنين حنين بزاف، راح نقرب لكم. شوفوا البنات التريكو تاعو كيفاش جا من لورا فولار وجا ان فيه، والله اون ديري تاع مناسبات. وزولو فيه جيب وفيه كاجا لارج، هذا سلكاتو 290 ألف. البنات هذو من قسنطينة، نسيت نقول لكم ما على باليش منين اكزاكت، ما رحتش معاها. المهم سعر تاعو 290 ألف. البنات هذو مارياتهم هي فيزو، هذاك اللي فيه الكاريات شفافين منه، والتريكو 50 ألف كما اللي شريتو انا. برك مارياتهم، دقيقة نشوفو شكون جا. البنات هاد لاغوب مقطنة مليحة، شريتها ما نقولكمش بقداش ساعة، كي تتلبس تجي مليحة، جات في العريض، شريتها من ألجي سونتر ب290. قالت لي قولي لهم ما يفوتوهاش، وانا نقولكم اذا لقيتوها ما تشريوهاش، بس كل سعر تاعها جاني غالي بزاف بارابور الحوايج اللي شريتهم. وبس انا شريت هي راحت في جويه، جو بونس جويه ديبي تاع اوت، مازال الصيف، وانا رحت في ديبي تاع اكتوبر، كانوا ليكيديو في السلعه تاع الصيف، دونك جبتهم بربع سومه. شوفوا البنات هي صح مليحة بصح جاتني غالية، واش رايكم نتوما؟ شوفوها البنات عن قرب بلاك تعجبكم. فيها هذا جيب، شوفوا قبيلة شريط غوج عليف، وفيها من تحت شقة صغيرة والفولة. هذه هي البنات. البنات هذه البيجاما كي رحت للشراقة شريتها لها، هذه ب100 ألف، راح نقرب لكم تشوفوا السروال تاعها وتشوفوه. شوفوا البنات السروال جا مقرع من تحت ومقطن، هي تاع الشتا مقطنة بصح خفيفة، ماهيش ما تاع واحد دارو سخونة. شوفوا روعة. بالنسبة للبنات يقولوا لي شرقة وانا بلاصة في هذاك المارشي، تدخلي فيه بزاف حوانت. البنات هذه شريتها من هنا من البيضاء، كاينه حانوت مقابلة تكنيكوم اللي يعرفوا البيضاء، ثانوية متقن عبابسة نورمالمون اسمه هكا، بس دايما نقولوا له تكنيكوم تاع البيضاء كامل. المهم جات قصيف، التريكو تاعها قصيف من القدام وطويل من اللورا، وجات تلبس في العريض، والشورت يجي يتلبس شوية يطلع ويجي عريض، هذه كي تلبس تجي طوب. شريتها 75 ألف، انا ندمت كي ما شريتش، ان شاء الله اذا زاد حطهم راح نشري منها. المهم البنات راح نقرب لكم، شوفوا البنات لا كاليتي تاعها، رطبة مقطنة وجات روعة. شوفوا لي مونش تاعها كيفاش مدايرين، تروا كاريجيو. البنات هذا شورت وديباردور شريتو من ساحة شهداء ب60 ألف في الصيف، راح نقرب له. شوفوا البنات حتى هو مقطن وجا
حاجة سامبل نتاعي بونتاكور و تاعها شورت. البنات هذا لونسومبل هذا زولو كيما نتاعي ب50 ألف، وتريكو عندها من قبل شريته من تونس ما على باليش قداش ما شفيتش مارياتهم مع بعضهم. المهم البنات طولت عليكم بزاف، راح نزيد ندير لكم جزء ثاني وبالك حتى ثالث. المهم اذا عجبتكم شورت اختي تبعوا معايا السلسله تاعها. نتلاقاو في فيديو اخر، والسلام عليكم، دمتم في رعايه الله وحفظه.